كابتن الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في تشريف سيادته لاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كان احتفاليه رائعه رائعه بجد. الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يبعث في قلوبنا معاني الانسانيه الحقيقيه. سياده الرئيس كان ليه كلمه مهمه. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال وزاره الاوقاف بالمولد النبوي الشريف، بناء الانسان، بناء ايه؟ الانسان مسؤولية كل مؤسسات الدولة، مش مسؤولية الرئيس ولا الحكومة، البلد كلها مسؤولة عن بناء الإنسان. النهاردة بنتكلم على إيه؟ بناء الإنسان في كل حاجة. الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو إحياء للإنسانية وتكريم لها. في لفتة إنسانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يقبل رأس فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم في احتفالية المولد النبوي الشريف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم أشهر علماء مصر ووزير الأوقاف الصومالي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم فضيلة المفتي السابق فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام بوسام العلوم من الدرجة الأولى، رجل يستحق. فضيلة الإمام، كنت بتشرف النهاردة قابلته بعد الاحتفالية، تشرفت بالسلام على فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. كان فضيلته قال كلمة قوية جدا، ويعني مش عايز أقول لحضراتكم الكلمة دي كانت عاملة إيه في القاعة. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت وتعددت حتى وصف بالإنسان الكامل. شيخ الأزهر، التضامن مع أهل غزة والسودان واجب ديني. بحيي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بشكره وبحييه بجد، وقابلته بعد الاحتفالية وشكرته وحييته. كلمته كانت كلمة قوية جدا، كلمة بتحمل معنى معاني هائلة، يعني فيها توعية كبيرة جدا للداخل والخارج. كلمة بحق، كلمة تليق بوزير أوقاف مصر. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جاء إحياء لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم والبعثة والدعوة حتى نتعلم منها. دكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والضفة الغربية. طبعاً سيادة الرئيس كرم نجل الشيخ الشعراوي، الشيخ سامي الشعراوي، وزملائنا بحييهم في موقع صدى البلد، عملوا معاه اتصال، قال لهم تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي تتويج لمسيرة والدي الدعوية وأسرتنا. لقاء اللي عمله لقاء الأمير محمد بن سلمان بدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولي العهد، يستعرض العلاقات والتعاون المشترك مع رئيس وزراء مصر. ولي العهد السعودي خلال استقباله الدكتور مصطفى مدبولي ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية في مصر كمرحلة أولى. رئيس الوزراء ينقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لحماية الاستثمارات المشتركة، رئيس الوزراء يعلن قرب الانتهاء من اتفاقية مع المملكة العربية السعودية. دكتور مصطفى مدبولي للمستثمرين السعوديين، تخطينا إجراءات قانونية لحل مشاكلكم في مصر. الدكتور مصطفى مدبولي، أكثر من 5700 شركة مصرية تستثمر في السعودية ونأمل زيادة الاستثمارات. رئيس الحكومة لممثلي القطاع الخاص السعودي، مكتبي مفتوح لاستقبالكم في أي وقت. وزير التجارة السعودي، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات دكتور ماجد القصبي وتشجيع الاستثمارات المشتركة ستسهم في زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر والمملكة. شكرا من القلب وزير التجارة السعودي، مصر علمتنا وطببتنا وأسهمت ببناء
تنميتنا. شكرا دكتور ماجد. مهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، علاقات المملكة ومصر نموذج يحتذى به في التعاون العربي. وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، القطاع الخاص السعودي مقبل على مصر ويراهن على ما تتمتع به من مميزات لا مثيل لها إلا في مصر. المميزات. سيد أحمد الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن إسرائيل تزرع الكراهية وتقوض هيكل السلام. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي موجود في موسكو ولقاء مع وزير الخارجية الروسي لافروف، مؤتمر صحفي النهاردة. سئل خلال المؤتمر الصحفي وإجابته، نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح الفلسطيني ومحور فيلادلفيا. وزير الخارجية المصري من روسيا في المؤتمر الصحفي، نرفض الإجراءات الأحادية التي تنال من وحدة الصومال الشقيق. لافروف وزير الخارجية الروسي، انضمام مصر إلى مجموعة بريكس شكل زخما إضافيا لتوطيد الشراكة. لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بموسكو، نواصل التعاون مع القاهرة لوقف حرب غزة. أشاد بينا جدا لافروف النهاردة. لافروف، مصر ساهمت في اتخاذ قرار استئناف على عضوية دمشق بالجامعة العربية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان كان عامل أول مؤتمر صحفي بيعمله النهاردة، سئل عن مصر، يؤكد أهمية العلاقات مع مصر، ويدعو بن سلمان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لزيارة طهران. وزير الصحة السوداني في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مصر تلعب دورا كبيرا ومحوريا لإنقاذ شعبنا من ويلات الحرب. جهاز الخدمة السرية امبارح بالليل بقى قبل ما اختم امبارح، كان آخر خبر خدناه امبارح اللي هو محاولة تانية لاغتيال ترامب. جهاز الخدمة السرية مطلوب في الكونجرس بعد محاولة ثانية لاغتيال ترامب. لقاء قريب بين فتح وحماس، هو ده المطلوب في القاهرة لبحث تشكيل إدارة محلية لقطاع غزة. ده المخطط المطلوب، ده اللي يتعمل. لازم أشقائنا في فلسطين لا عليهم الترفع عن أي أمور جانبية، عليهم الوحدة والتكاتف. التكاتف في هذه المرحلة هو أهم شيء عشان ترجع السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع حماس يرجعوا يسيطروا على قطاع غزة تاني وعلى معبر رفح الفلسطيني. مفيش حل تاني، لا حل آخر إلا ده. مع القاهرة هنا، مع مؤسساتنا، مع أجهزتنا، مع بلدنا، مع المخابرات العامة، لابد أن يتم هذا الأمر والتوافق عشان يرجعوا يديروا معبر رفح الفلسطيني. مصر لن تسمح أبدا لإسرائيل بإدارة معبر رفح من جانب فلسطيني، لن تتعامل معاهم. طب إيه الحل؟ يرجع مين؟ لأن المجتمع الدولي مش عايزين حماس ترجع تاني. طب إيه الحل؟ ترجع السلطة الفلسطينية، ولكن لابد من تنسيق مع حركة حماس، يبقى فيه تنسيق وتعاون عشان ترجع السلطة تبقى موجودة وما فيش أي مشكلة، والمجتمع الدولي هيقبل ده لأنه في اتفاقية 2005، والمجتمع الدولي قابل اتفاقية 2005، نرجع لها تاني ويرجعوا، وبالتالي تعود معبر رفح الفلسطيني يشتغل، تدخل مساعدات تاني وترجع الأمور. يا رب نتمنى. مصر، ده مهم قوي، مهم قوي. وهنا يمكن كمان بنقدم مرة تانية تحية للشركة المتحدة لخدمات الإعلامية، بنحييهم طبعا. ليه؟ عاملين فيلم مهم وثائقي مهم سيعرض قريبا عن ملحمة إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في أكتوبر 67، 21 أكتوبر 67، يعني بعد قد 4 شهور من العدوان الصهيوني الغاشم في 5 يونيو. على طول كانت إسرائيل في الوقت ده
طبعا يعني بيدخلوا المياه الاقليميه بتاعتنا وعربده اسرائيليه وعندهم مدمره ايلات واللي هي كانت يعني ايقونه البحريه الاسرائيليه. فصدرت الاوامر تدمير هذه المدمره. لو دخلت المياه الاقليميه بتاعتنا لابد من تدميرها. وتم اتخاذ القرار وتم اغراق المدمره الاسرائيليه اللي هي كانت ايقونه سلاح الحرب البحريه الاسرائيليه. اغراقها امام سواحل بورسعيد في 21 اكتوبر 67، وتم تكريم الابطال، منح الابطال كلهم ابطالنا من جيشنا والبحريه المصريه بارفع الاوسمه تقديرا ليهم. عايز اقول لحضراتكم، ويمكن ده الموضوع ده اتكلمنا عليه كتير قوي كتير قوي في مناسبات، وطبعا كل خبراء في العالم اكدوا على انه يعني ما قامت به البحريه المصريه من اغراق المدمره الاسرائيليه ايلات كان تحول في استراتيجية الحروب البحرية. يعني شرحوها في الوقت ده، وفي وقتها نبقى نتكلم عليها ونعمل عنها حلقة في ذلك الوقت. ولكن مرة تانية كل التحليل الشركة المتحدة، لأن هم عاملين يعني فيلم وثائقي مهم للغاية عن إغراق إيلات، المدمرة إيلات. في طبعا عندنا حاجتين، المدمرة إيلات وعندنا طريق إلى إيلات، كانت عمل فيلم الطريق إلى إيلات، وعندنا كمان مدمرة إيلات، وعندنا ضرب كمان الأربع سفن إسرائيلية في ميناء إيلات. دول كمان زي ما بقول لحضراتكم، ربما احنا بنتكلم على ضرب، عندك المدمرة وعندك كمان ضرب الأربع سفن في ميناء إيلات، في ميناء إيلات الإسرائيلي، وتم تدميرهم من خلال ايضا رجال البحريه المصريه الضفادع البشريه اللي وصلوا هناك، واتعمل فيلم الطريق الى ايلات. تاني بقول لحضراتكم عندنا حاجتين في ايلات، المدمره ايلات اغراقها، وكمان ضرب الاربع سفن في ميناء ايلات الاسرائيلي ايضا رجال البحريه المصريه. قوه كبيره جدا. خلي بال حضراتكم اللي بكلمكم عليه ده حاجه بسيطه قوي من اللي موجود دلوقتي. يعني اللي حاصل بنتكلم عليه في 67 وبنتكلم عليه في الوقت ده، بنتكلم على اللي موجود لا ما يجيش يمكن 10% من اللي تمتلك القوات البحريه الان. متطور كبير، تطور هائل في البحريه، في مصر، في الجيش كله. لكن بتكلم دلوقتي على البحريه بمناسبه، نتكلم سواء ايلات كمدمره اغراقها او ضرب ايلات وضرب السفن اللي كانت الاسرائيليه اللي موجوده في ميناء ايلات ايضا. النيابه العامه تبدا، ده خبر مهم قوي، النيابه العامه بدات تطبيق، لان احنا بنتكلم النهارده على تطوير مهم، بنتكلم على حقوق انسان حقيقي، بنتكلم النهارده على النيابه العامه بدات تفعيل بدائل عقوبه الحبس البسيط، يعني حد واخد عقوبه مثلا بسيطه 3 شهور 4 شهور 5 شهور، عقوبه بسيطه، بدل ما يشتغل داخل مراكز الاصلاح والتاهيل يشتغل الشغلانه دي بره. يبقى شوف انت بتعمل ايه، ده انسان، دي مراعاه لحقوق الانسان الحقيقي. هذا القرار معالي النائب العام شار محمد شوقي وبدء تفعيل هذا القرار النهارده، وده امر وتحرك في غايه الاهميه. قرار جمهوري، ونقدم تهنئه لسياده سيد اسامه خروبه، اسامه سعد خروبه، الامين العام لمجلس الوزراء، قرار جمهوري بتجديد تعيينه لمده عام اخر. ترند سريعا عشان الوقت.